ثلاث سنوات التالي وغنى في البلاتو متاع ديمونش حنبال من الأصوات، من أحلى الأصوات في الفن الشعبي، وأنا مسؤول على الكلام اللي نقوله. سعيد باستقبال الفنان الشعبي كريم الغربي.
الحربي. برافو كريم، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك كريم، اهلا وسهلا بك. مرحبا. تفضل كريم اسمعني، انا باش نسال كريم. عنده تقريبا 3 سنوات ما جاش لهنا، ولا 4 سنوات. هو سؤال يتبادر، خلي الناس تعرف على خاطر اكيد برشا زملائك تو باش يشاهدوك، ونعرف اللي يمنوا بصوتك ويمنوا كريم. خليني نسال، قداش من غنايه عندك او البوم؟ عندي 5 ألبومات. 5 ألبومات تقريبا، 20 5 اكثر شويه أكثر من 20. وقتاش دخلت الميدان الفني؟ صغير بكل، صغير بكل. نحب نسمع انا والساده المشاهدين يفهموا برشا حاجه. انت جيل شكون؟ مع شكون غنيت؟ مع شكون طلعت؟ انا برسك بعد الجيل بتاع فوزي وسمير، برسك في يعني جيل وليد التونسي، مش جيل قبل وليد التونسي. برسك كيف يعني بديت في الوقت ذاك. الوقت ذاك اي. لكن انا وليد عمل كاسات اولانيه، انا غلطه. لا قبلها كاسات اولانيه بكل، مع وقتها مع شركه سوكا. واول كاسات عملت انت شنو في الوقت ذاك؟ اول كاسات ماشي في بالك نسيك، مع شركه نوفيكا. اي كاسات في السي دي وقت في الوقت ذاك 93. يعني كريم تو انت صوت حلو الحقيقه، وانا سالت عليك معناتها، ويقولوا لي من الاصوات الحلوه برشا في الفن الشعبي. لكن علاش تاخر الظهور نتاعك شويه؟ نحس معناتها ابناء جيلك اللي حكيت عليهم انت، اللي هو وليد التونسي، اللي هو بعد فوزي بن قمره، اللي هو اشرف خاينه، اللي هو هكا ولا يعني هذوما ربما وصلوا للجمهور اكثر من كريم الغربي، رغم اسم كريم معروف، ولكن ممكن زاد ما يربطوش الشكل بالاسم كريم الغربي. على كل شو التاخر هذا الويش؟ التاخر هذا باش تقول حشام، راه نعرف انت حشام وقيدت حشام، حتى نعرفك ما تصدمش، ما تطرقش الابواب. فوالا بخل 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 بخل. اما توا ان شاء الله بحول الله ثم برودكسيون جديده، تعرف كانت شركات انتاج ما عادش ثم توا، اما ثم برودكسيون جديده ان شاء الله، قاعد نخدم في غنية جديدة بتاع 2017 ان شاء الله. كي تحضر بحول الله ان شاء الله تحضر تجيبها لنا اون اكسكلوزيف هنا بتبيع. مش هو عايشك كريم ان شاء الله. عايش. يلا نرجع لخالد. كريم الساعه الكره انت من ايكيب تحب؟ انا ايكيب خويا كلوبيست. كلوبيست اليوم كلوب تلعب. هاي اعطينا انت سي لطفي اليوم نصف ساعة أخرى. وضعية النادي الإفريقي والمقابلة هذه اللي باش تنطلق بعد شوية. وضعية النادي الإفريقي كان مش تربطها بالمسابقة الإفريقية، ما عندهاش حتى ربط صحيح. البداية كانت صعبة بعد هزائم، انتصار أمام السي إس إس، هزيمة أمام الترجي والنجم الرياضي الساحلي. اليوم النادي الإفريقي يواجه القوات المسلحة السيراليوني في كأس الكاف في ملعب رادس، ما عندهاش حتى يعني نقولوا احنا ربط سي لطفي بالبطولة الوطنية التونسية، لأنه تختلف المسابقات الإفريقية. لا المسابقات الإفريقية تو احنا قعدنا ديما نفكروا كانوا المسابقات الافريقيه والجمعيات الافريقيه ذي ضعيفه، ما تحسنت ياسر تو، تحسنت ياسر، ولات عندهم منظمين، ولات عندهم. اما سانامبيش كانوا تو الماتش نتاع اليوم، لا كوب افريكا معناتها يعني بالنسبه لي شفت الاكيب هذيك معناتها قريت عليها شويه، ما سهله يعني مش شكل ماتش يعني صعيب. يعني قلت ربح النادي الافريقي، تنجم تربح. لا تنجم تربح الوصول نتاعهم.